حياكم الله، أهلا بكم في عودة جديدة بعد عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. أربعاء جديد يتجدد معكم بين الثقافة والفن والرأي، تحضر هنا على طاولة هلا بالعرفج في جولة معرفية أصحبكم فيها عامل المعرفة. مساك الله بالخير يا دكتور. يا هلا والله بابا. كل عام وانتم بخير. ايش رايك في عيد سعيد؟ انا كنت بسالك اول شيء على الاوتفيت. والله هذا يعني اوتفيت العيد. ايوه العيد، وتعرف يا اخي روتانا لها هيبه، والجمهور له هيبه، وانتم لكم هيبه، قناة خليجية لها هيبه، ويا هلا ويا هلا بالعرفج. فانا والله يعني كله مفصل وجديد على اساس هيبه البرنامج. وشاري ساعه جديده. ساعه جديده. ايوه. وبعدين اللوجو حق يا هلا بالعرفج مع الستاره ذي، هذه افخم الستاير ترى عندي، والشماغ يعني كله يعني عشان العيد. لا بس تنسيق الالوان المفروض يدرس. الله يجزاك. والله كثير قالوا الحين الأناقة والعرفج وجهين لعملة واحدة، فسرنا لا نعلم من هو الأول، العرفج ولا الأناقة. لا شك. متلازمان. متلازمان. الله يحييك. لا ولما نشوفك جمال تزداد جمال. الله الله الله. أنا هنا أصمت أسكت. الله يسعدك. الله يحييك. طيب حنا دايم يعني بعد العيد مع فرحة العيد دكتور، يمكن أول ما ندخل فيه حزبة الفرح. نعم. وش فيها حزمة؟ حزمة الفرح طال عمرك. والله الحمد لله حنا يعني أخذنا على قولهم حصاد اليوم. تعرف الأخبار لو تبي تأخذها على مدار الأسبوع تتعب، فحنا اكتفينا أنه اليوم طال عمرك. أول شيء أنه على قولة العيد السعيد، أنا أعتقد أن بهذا الوطن العظيم كل أيامنا أعياد، وأنا قلتها في العيد، قلت أنا أحتفل في العيد ولكنه احتفال مجرد تأكيد، لأنه الحقيقة عندك الجمعة عيد المسلمين كل جمعة، وعندك فيها الوطن العظيم. انت اذا استيقظت الصباح ولقيت الخبز والفول ولقيت الوطن الجميل، الله يديمها النعم. ايوه الامن والامان. نعم. فهذه هديه من الله لك. نعم. انك انت عايش وبصحه وعافيه ووطن جميل يعني يرفل بكل الخيرات، فهذه عيد اصلا. هذا الحقيقه انه عيد. لو قلنا حزمه الفرح، اول شيء مؤشر ستانفورد يضع السعوديه ضمن اوائل الدول في تطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي. يعني احنا الان شوف كيف ما شاء الله عندنا في الجهة هنا اهتمام في الإبل، عندنا هنا اننا من اوائل الدول المهتمة بالذكاء الاصطناعي. فنحن اخذنا التراث من اوسع ابواب واخذنا الحضارة من اوسع ابواب. نعم. وزارة البيئة تطلق برنامج لتحسين انتاجية القمح والشعير. تعرف في جدل كبير الان حول صار بعض الناس ما يقدر ياكل القمح، ما يقدر ياكل الشعير، صار يسوي لهم مشاكل في الصحة، ففي تحسين. وأيضا حصر 903 موارد وراثية من الفواكه المثمرة. صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6% في 2025. المحامي خالد المحمادي يقول استخدام المعلن لعبارات غير صحيحة مخالفة تصل عقوبتها إلى 10 ملايين ريال. الحقيقة هذه لازم نركز عليها، لأنه أحيانا أنت بالإعلان تتحمس وممكن تسيء لغيرك، ممكن تسمم. مثلا تقول ما في دجاج أحسن من دجاجنا، كل الدجاج اللي بالسوق فاسد. أنت هنا ترى تحاسب، تقع بالمحظور، بأي سممت البير. أخيرا قرابة 112 مليون مسافر المملكة تسجل رقما قياسيا ونموا في الحركة الجوية ل 2023. الحقيقة لما نشوف ازدحام الطائرات وازدحام السفر، تعرف يا أبو عبد العزيز إنه المنهل العذب كثير الزحام. زمان العرب يقولون البير العذب كثير الزحام. زحمة مطاراتنا هي صح من جانب إنها الضائق، لكن من الجانب الآخر الزحام دليل على الجودة، دليل على الرغبة، دليل على محبة الناس، دليل على حتى زحمة الرياض. أنا أقرأها بطريقة إيجابية. إنه أنت عشت في كورونا، تذكر كورونا لما تمشي الشوارع صح فاضية نشعر بالرعب. صح. فالحمد لله نعمة الزحمة أزين من نعمة إنه أنت تقعد تهش ذبان ما عندك أحد. فالزحمة الموجودة في الرياض والمدن المزدحمة ومكة المزدحمة هذا دليل خير ودليل منطقة بركة. جد أحسنت. منطقة جد. أنت منطقة جد. بس هذا وما هو كل على فكرة المدن والدول قادرة أنها تسويه. طبعاً. ويبيلها جهد، ويبيلها بنى تحتية، ويبيلها، والأهم إنه يبيلها ناس تعمل عليها. بالضبط. هذا هو الناس كل دول الآن العالم تدعو للسياحة وكذا، كل واحد يقولك تعالي تعالي تعالي. فأنت المفروض حنا نفرح إنه دائما عندنا مواكبة وعندنا زحمة وعندنا مواكبة للتطورات في السياحة. تقريبا أنت تشوف في السعودية أسبوعيا تطلع أخبار جديدة فيما يخص السياحة، فيما يخص تسهيل الفيز، فيما يخص تسديد التأشيرات. كل هذه عوامل جذب، الناس يبون أن تكون حياتهم أسهل وأفضل وأكمل، وهي متوفرة في السعودية. الله يديم النعم. آمين.
من حزمة فرح نبغى نروح دكتور الخبر الأسبوع. بسم الله. من صحيفة سبق طبعاً، ويتحدث عن ممارسة العمل الإعلامي دون التسجيل المهني يعد مخالفة ابتداء من هذا التاريخ. نشوف. أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن التسجيل المهني للإعلاميين إلزامي، حيث تعد ممارسة العمل الإعلامي دون التسجيل مخالفة ابتداء من 30 أبريل. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تسهم في حماية حقوقك وإثبات مهنتك وتمكين قدراتك. وش موضوع الخبر هذا؟ شوف يا أبو عبد العزيز، أنا أعتقد أنه الهيئة لما تغير اسمها إلى هيئة تنظيم الإعلام بدينا نلمس الخطوات. وخليني في هذه المناسبة أشيد وأشكر معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، لأنه الحقيقة فعلا خطوات حثيثة باستمرار لعملية ضبط وتنظيم مهنة الإعلام. إيش المطلوب الآن؟ أنا أكلمك وأنا اليوم بادي في الإجراءات أني أطلع أسجل الإعلام، بدأت فيها ولنهاية الشهر ذا أنا أعتقد خلاص، بعد كذا إذا ما عندك أنت نهاية أبريل إذا ما سجلت أنت خلاص تحت العقوبة، تقع تحت العقوبة إذا شاركت في أي شيء وأنت طارح نفسك كإعلامي. طيب نجي الآن إيش الهدف منها؟ واحد، يهدف التسجيل إلى حفظ حقوق مهنة الإعلام وتوثيق بيانات ممارسيها، أنه أنت جمال المعيقل والله إعلامي في روتانا بدأ كذا وانتهى كذا وكذا. طيب أنت سجلناك الآن، التسجيل المهني يلزم جميع العاملين في مجال الإعلام بالتسجيل المهني لدى الهيئة. أنت الآن سجلت، تصير أنت أوريدي مسجل الهيئة، خلينا نقول أنه أنت مسجل معك هوية، عندك إثبات الآن. يستهدف إطلاع ممارس المهنة على أحدث اللوائح والتشريعات، تجيك رسالة في الواتساب أو في حسابك صدر كذا، إنه صدر كذا، إنه صدر كذا، عشان لا تقول ما حد قال لي لا، هذه تساعدك. زي أنت لما تكون مسافر وتجيك رسالة من السفارة يقول لك والله المناطق هذه فيها مشكلة، المناطق هذه فيها برودة، فيها فيضانات، لا تروح. فهو سهولة التواصل. أولوية حضور الفعاليات والوصول لمصادر المعلومة، والله في فعالية المنتدى الإعلام، تجيك أنت رسالة، أنت مصنف جميل عشان ما حد ينساك. نعم كثير من الناس يقول كذا، فتجيهم رسالة أنت مدعو للفعالية الفلانية. الفعاليات تعرف الرياض ما شاء الله والسعودية صارت الآن الفعاليات باليوم، يعني في السنة عندك 300 فعالية. ممارسة، ركز، ممارسة العمل الإعلامي دون التسجيل والحصول على الشهادة المهنية يعد مخالفة. أنت الآن بعد 31 أبريل تعتبر مخالف إذا ما سجلت. أخيرا، يرى بعض المهتمين أن هذه المبادرة ستساهم في الحد من استغلال الكثيرين للقب إعلامي، وخصوصا مشاهير السوشيال ميديا الذين لم يمارسوا العمل الإعلامي وليس لهم أدنى معرفة. شوف الآن الحقيقة في ليش أقول لك تنظيم الإعلام عمل فينا خير بتنظيم العملية، إنه الآن بعض المشاهير خلاص هو يعتقد إنه مجرد الشهرة تعطيه ذريعة، تعطيه حجة أنه يعمل إعلامي. لا، الإعلام لازم تكون أنت عندك أنه يتسمى. أيوة تسمى. نعم أنت مشهور، نعم الشعراء مشهورين، الوزراء سم مشهور. روحك مشهور، سم روحك مؤثر، بس ما لكن ما أنت بإعلامي. أي لأن أنا أشوف الحين كثير من حقين السوشيال ميديا الإعلامي فلان فلان، ومعه سادسة ابتدائي أحيانا، ما لا مشاحة في ذلك. الآن هم يقولون طلع رخصة، زي ما أنت تسوق سيارة معك رخصة، صح؟ ما حد يقدر يتكلم عليك إذا معك رخصة. وش معنى أنك حصلت على رخصة؟ أنك رضخت وفهمت وعلمت القواعد الإعلامية، أبجديات الإعلام، عشان لا تقول ما حد قال لي. أي أنت قدمت دكتور؟ أنا اليوم قدمت، وترى ما هي موثوق، الناس يخلطون، ليست لا مو موثوق، وليست علاقة موثوق، وليست تصريح عمل، وليست من روتانا. هذا تنظيم الإعلام تنظيم مستقل، هو الجهة المشرعة اللي تعطيك لقب إعلامي. أنا طلبوا مني عشان تكون بالصورة اسمي الرباعي، رقم الهوية، عقد العمل مع روتانا، كم بدأت، كتبت إنه الفئة هلا بالعرفج بدأ 2013 الآن يدخل عامه العاشر، داخلين بال 11. نعم. تجي في عندهم الابليكيشن تعبيه في رقم جوالك وكذا، بالتالي أي تشريع جديد تصلك صورة منه. أنا أعتقد والله هذا خدمة لنا كبيرة. أول شيء تحمل مهنة ما عاد يدخل فيها إلا من كان مسجلا، يعني أنت لو تطرح اسمك إعلامي أو تقول للناس أنا إعلامي وأنت لم تحصل على هذه الرخصة فتح طائلة المسؤولية. بالضبط. وهذا تحمل. تنظيم، وهذا تنظيم، وهذا يشمل يا دكتور الممارسين كلهم طبعا بالإعلام اللي أقصده،
مقدم البرنامج، المصور الفني، أنا ولا يشمل اللي يظهرون؟ أنا ما عندي خلفية كاملة عن هذا الموضوع، أكيد بنسأل، لكن أنا حسب علمي أنه أنت وأنا ومفرح والموجودين فينا فينا تسجيل، لكن أنت ممكن تسجل، أنا حطوني مذيع، ممكن هذا مصور، مدام حطوا لقب مذيع معناته أنه مصنفين، هو في مجال الإعلام مسجل في المهنة، سواء كان مصور، مراسل، فني إضاءة، مدري كله، أنه هذا مرجع لك. طبعا هي حتفرز بعدين، هيحطون كلهم مسجلين تحت مهنة إعلامي، لكن هذا مذيع وهذا مصور. المصور لا يقفز إلى مهنة الإعلام، كلهم باختصاصه. بالضبط، كلهم باختصاصه. أي لكن تجمعنا دائرة تنظيم الإعلام. تدري وش الميزة فيها يا دكتور؟ يمكن بعد صدور تنظيم الإعلام الجديد، أنه كثير ترى من الـ يمكن البنود والتشريعات الجديدة ما عندنا علم فيها. صحيح. فأنت قلت صراحة نقطة مهمة جدا. نعم. قبل نعم. شوي، أن اليوم أكون على اطلاع بالتحديثات القائمة وش اللي صار وش اللي استجد، حتى تعامل اليوم مع الشاشة هي بالدرجة الأولى مسؤولية. صحيح صحيح. فعلى أقل تقدير تكون الصورة أوضح. نعم. قدامك. وأهم شيء، أهم شيء تعرف الآن إحنا في عالم متجدد، عالم حي. إحنا تجينا دائما مثلا الموضوع الفلاني هذا، النقاط في 1 2 3، إيضاح المعلومات للناس وأيضا تصديرها للناس. عندك أنت جهتين، عندك أشياء لا ينبغي أن تطرح وأشياء ينبغي أن تطرح. صح. فأنت لما تجيك رسالة، أول شيء تشعرك بأهميتك أنك حطونك في الصورة. من أول كانت بدائية الناس يكلمون بالتلفون على رؤساء التحرير، الموضوعات الفلانية ذي يركزوا على الموضوعات الفلانية هذه كذا، الموضوعات كان فيها انتقائي. أي، وفيها بطء. الآن أنت برسالة. صح. بتجيك بالإيميل، حاط إيميلك، تجيك رسائل من الإيميل، وهذه تساعدك أنت تحميك، تحمي نفسك فيها، تحمي نفسك، لأنه أحيانا كلمات كانت من قبل مثلا مسموح فيها، الآن ممكن تؤدي إلى تفسيرات أخرى توقفنا، وكلمات أول كانت غير موجودة الآن هي موجودة. أنا بس قبل ما أروح أبي يمكن أتوقف عند هالنقطة واستفيد من خبرتك الكبيرة دكتور بالعمل الإعلامي بشكل عام. لا شك أنه هالشيء هذا كويس كتنظيم، لكن بالمقابل أنت كإعلامي عليك مسؤولية، واجبات تجاه هالمهنة. لو تبغى تلخصها اليوم، خلنا نقول للجيل الجديد، وش بتكون أهم الرسائل هذه؟ والله شوف، أول شيء أشكرك على أنك أنت حطيتني في هالمجال، إن شاء الله أكون عندي خبرة قليلة أو كثيرة، لكن في أسس في الإعلام سواء كنت مسلم أو غير مسلم. يعني سنة أولى إعلام ولا سنة 200 إعلام؟ نعم. أولها أنه تكون مصادرك الإخبارية هي دقيقة وواضحة ومن مصادر جيدة. اثنين، انه ما يكون عندك اجندة غير اجندة حب الوطن. طبعا الوطن ما في اجندة، الوطن انت مع الوطن بغض النظر عن توجهاتك الشخصية، لانه انت في وطن. احيانا انت كما جاء في الحديث، احيانا جاء واحد مرة ناس راكبين سفينة، واحد قال هذا محلي بالسفينة انا بخرم السفينة، قالوا لا، خرم هذا السفينة يأثر علينا كلنا. فاحيانا رأيك الشخصي اذا كان انه يعني خلينا نقول انه رؤية وطنية، يعني زي الرؤية الحين كلنا ضد، كلنا معها، ما يمكن تكون ضدها، لأنه أنت ضد رؤية وطنية متكاملة، سواء اقتنعت ولا ما اقتنعت أنت لازم تكون معها. أنا ما أقول أنك أنت مثلا أنك تقول والله تدعي أنك تفهم فيها، لا، أنت رأيت رؤية وطن، والرؤية هذه وراها رجال. لا بالعكس، دورك أنك تتشربها. بالضبط. أنت إعلامي تتشربها. أنا أقول أنك أنت تتشربها وتفهمها، لكن في حالة أنك تقول والله أنا ما فهمتها، حاول تفهمها، لا تتكلم. صح. إلا بفهم. ثلاثة، لا تدخل في موضوع إلا بعد ما تستوعب، ولا تتعجل. عمر بن الخطاب عطى قاعدة، قال لو جاك واحد وقال إنه عيني مفقوعة لا تستعجل تقول مظلوم، يمكن اللي 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 اللي, اللي فقع عينه هذيك عيونه الثنتين راحت. هذه ثلاثة. شيء أربعة، إنك تكون على اطلاع مستمر بما يدور في الساحة. وهذه ترى تحصل مشاكل كثير، ويتم إيقاف ناس كثير، إنه أنت ماشي على النظام القديم، تغير النظام القديم. خليني أعطيك مثال بسيط، عملة معك، عملة أنت، جاء قرار أن العملة ذي أمس أنه خلاص العملة ذي ما مزيف، ولكن أنت بعد أسبوع تطلع للناس بالعملة هذه تطلع مضحكة. فأنت طبعا تقولي تعب، نعم تعب، هذه المهنة، أي مهنة في الدنيا تحتاج أبديت، تحتاج أنك تطور نفسك يوم بيوم. تقول لي والله أنا ما دخل مزاجي الآيفون، لا، هو دخل ولا ما دخل مو شغلي. أنت مدام دخلت، في قانون عند كرة القدم يقول من دخل باللعبة يرضى بقانونها. تعب. إذا دخلت في الإعلام، نعم تعب. أنا مثلا قبل كم يوم تكلمت عن قانون الواتساب، أداب الواتساب،
قلت شف إذا أنت عندك وقت ترسل لازم عندك وقت تقرأ، إذا ما عندك وقت تقرأ لا ترسل، لأنه أنا مو على كيفك ترسل لي أشياء وتبغاني أقرأها وأنا ما أقرأ. يعني واحد يرسل لك يقول لك أبوي مات، إيه؟ أنت ما قرأت الرسالة، رحت رسلت له أغاني ولا نكت بايخة، طيب أنت وين مشاعر الناس؟ تقول لي ما أفضى أقرأ، جل لا تفضل لا ترسل أرجوك، لأنك لو ما رسلت أنا ما أزعل. صح، هذه صراحة يعني نواها نعتقد الكتاب إن شاء الله. يعني من الكتب اللي يمكن تأسس لمفهوم الإعلام وتحديدا للجيل الجديد، لأنه حقيقة دكتور الفترة اللي راحت فيه يعني مفاهيم كثيرة، بعض الشباب يمكن يأخذ الحماس بتبني أفكار الحرية صحيح. ومفهوم الإعلام، لكن مفهوم الإعلام ما يصطدم أبدا بوطنيتك تجاه صحيح. تجاه وطنك أطلاقا. وأكبر خطأ اللي لاحظته هنا من خلال الاطلاع على بعض الناس اللي يعني يخضعون للتحقيق أو يقعون في المساءلة، إنه الكلام اللي تقوله في الاستراحة ما تقوله بالجوال قدام الناس طبعاً. يعني أنت مع أصحابك لكل مقام بالضبط. الشافعي يقول ليس من المروءة الورع في البستان، يعني أنت مع أصحابك بستان ناسين بقصار والقصير وتسولفون، هذا الكلام اللي هنا ما تطلع تقوله في الجوال، لأنه كل مقام مقاله، كل وكل ما العرب تقول ما كل ما يعلم يقال وما كل ما يقال يقال في كل الأحوال. عرفت الفكرة؟ يعني أنه أنت إنسان لازم تكون حذر. يعني أنا مثلاً أطقطق عليك، أطقطق على الجهة اللي أنت جيت منها بالجلسة، لكن لما نحطها لا، لأنه هنا في ناس ترى ما تدري، زي ما يقولون الجمهور وحش بالفراس، أنت والكلمة مسؤولية. نعم والكلمة مسؤولية. أحسنت. نعم. ناخذ بس رشفة أيوة من الشاي. يلا يا سلام، نطلع فاصل دائماً حنون يا فاصل. الله يحييكم في هلا بالعرفة من جديد. نشوف مع بعض مزايا الكتب. تفضل. تابع. كتاب آفة المؤمن الوساوس. الوساوس في الآونة الأخيرة بدأت تنتشر بين الناس. أنا معي الآن الشيخ محمد الشايع أبو عبد الله مؤلف الكتاب. أبو عبد الله، وش قصة الكتاب هذا الجميل وش محتواه؟ الله يحييك يا دكتور ويبارك فيك. اولا يا دكتور، عندنا قاعده، النائحه الثكلى ليست كالنائحه المستعاره. اذكر في سنه من السنوات قبل اظن 20 سنه كان عندي طالب، سبحان الله العظيم، كل ما ياخذ 10 دقائق يخرج دوره مياه، يخرج ويدخل يخرج ويدخل. فاستغربت الحقيقه من موقف هذا الطالب. الحقيقه هو لما يرتاح لك الواحد يبدا يفضفض لك. عرفت ان الولد يا دكتور عنده مسكين شيء من الوساوس، يتوضا ثم ياتي الفصل، ثم للاسف يملي عليه الشيطان بأنه قد أحدث، ثم يرجع ثم يدخل ثم يدخل. فسبحان الله، كان هذا الطالب رب ضارة نافعة، هو كان سبب تأليف هذا الكتاب. دكتور، في قاعدة أو آية والله لو أن الإنسان حفظوها وأتقنوها بإذن الله سبحانه وتعالى يطردون عنهم كل الوساوس والهواجس والتفكيرات التي هي تعتبر من تلبيس إبليس. وسورة الناس تعتبر جامعة شاملة من شر الوسواس الخناس. إنما النجوى هي الخواطر من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب أنواع الوساوس، أنا سمعت قالوا لي وسواس مثلا في الوضوء، وسواس نعم. في الأفكار نعم. وسواس إن الإنسان يشعر أنه مراقب، صحيح؟ بالضبط يا دكتور. مجالات الوسوسة كثيرة جدا، للأسف الشديد أن الشيطان ولقد أضل منكم جبلا كثيرا يعني خلقا كثيرا يبحث عن نقاط الضعف فيه وفيك. هو للأسف الشديد لما يأتي إليك ويبدأ يشرك في موضوع من الموضوعات ويصير عنده قوة إيمان وطنش تعش تنتعش، ها يدري عنده قوة إيمان وتغلق المنافذ والأبواب هو يبتعد عنك، لكن لما تسترسل معه وتستسلم يبدأ يشتغل عليك. ولهذا عندي أنا قاعدة شرعية أقول إذا قال لك شيطان تعيد أو لا تعيد قل لا أعيد، أكرر وضوء أو لا أكرر لا تكرر، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قضاء حاجته وضع على نضح على ثيابه الماء حتى يقطع مادة الشكوك والظنون. حتى الشيطان يأتي لأحدكم فيأخذ بشعرة من دبره ويقول أحدثت فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. يا دكتور أحمد، الإمام أحمد يقول الإمام المروزي وضأت الإمام أحمد وأخفيت وضوءه عن الناس حتى لا يقال إن الإمام أحمد لا يتوضأ، ووالله إن وضوءه ما بل الثرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. طيب الآن طرق العلاج باختصار، وش هي طرق العلاج؟ أنا مثلا جاني وسواس إنه مثلا اللي قال الواحد قال لي كلمة وطلعت ما هي بحلوة وبديت أشرق فيها وأغرب، كيف نعالج؟
طريقة الوسواس من البداية. العلاج سهل يا دكتور. المسألة تحتاج إلى قوة وشجاعة منك أنت. عمر بن الخطاب لما جاء الشيطان وهو يتوضأ قال لقد كذا كذا، قال عطني شاهدين عدلين. شوف يعني هو بدأ يدخل، عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه ما سلك واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر. نتمنى أن نسلك هذا الخلق وهذا المنهج، أنه إذا جالك الآن وسوس لك في طهارتك في صلاتك في أفكارك أيضا في أفكارك. يعني ورد أن الشيطان يأتي لأحدك ويقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فلينتهي وليتعوذ ويقرأ سورة الناس وسورة الإخلاص، وبإذن الله سبحانه وتعالى تتخلص من وساوس الشيطان وتلبيسه اللي يحاول يضيق عليك. طيب العبادة الآن الانشغال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب ابتعد. الآن الانشغال، انشغال الإنسان بالمال ما يحميه من الوسوسة، أليست الوسوسة نتيجة الفراغ؟ يا سلام عليك دكتور، فعلا دائما يصاب بالوسوسة نوصيه بأنه ينهمك في العمل والشغل. العاص بن وائل رضي الله عنه صحابي جلي أتي النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أشكو الشيطان يلبس علي في صلاتي، يعني لا تضيق صدرك ترى حتى الصحابة حصل لهم كذا. قال وليتعوذ بالله ثم لينفث عن يساري ثلاثا، يعني نفث سهل هواء بسيط جدا. الصلاة إذا أشغلت نفسك في أثناءها بالصلاة والدعاء والاستغفار والتحميد ما دخل عليك شيطان ولا وسوس لك. فالعمل والإنهاك في العمل بإذن الله سبحانه وتعالى يحميك من تلبيس إبليس ومن وساوس الشيطان. ألف شكر يا أبو عبد الله، ألف شكر. حديث أنا أعتقد أنه شيق يا دكتور عن الوساوس، وأترك لك المساحة. صحيح. شوف أول شيء أحيي هذا الرجل الصديق، وعلى فكرة يسلم عليك ويدعوني عليك وعليه السلام، فرح لزيارة شقرة، لأنه الحقيقة هو غير أنه مدرس في المعهد العلمي وغير أنه أيضا خطيب جامع، أيضا رجل فاتح بيته وللأمان 24 ساعة أي واحد يمر شقرة ومتقطع يعني منقطع يسكن في البيت وتارك أعز من نجي. أي والله. الكتاب طبعا آفة المؤمن الوساوس، أول شيء الكتاب له هيبته، مدام أنه نقدم له معالي الشيخ عبد الله بن منيع أو المنيع الشيخ عضو هيئة كبار العلماء المعروف. نعم. واللي عجبني فيه أيضا أن ريع الكتاب مخصص لمكتب توعية الجاليات بالدوادمي، أنه أي نسخة تباع متنازلة الله يكتب أجره. أي الحقيقة أنه مرض الوسوسة انتشر بين الناس بشكل كبير. طبعا حنا دائما نحصرها في موضوع الوضوء والوضوء، وهل أنا تأكدت أني تطهرت، هل صليت ركعتين أو ثلاث، لكن الحقيقة في علم النفس وزارة الصحة طلعت تقرير عن الوسواس، وسواس القهري، أنك مراقب وأنه كذا، وتشوف اثنين يتناجون تقول أكيد يسبوني يغتابوني. الوسواس مع الأسف أنا أقول دائما هو شك تطور فتحول إلى الوسواس، والشك إذا غذيته وكل مرة تشبع يكبر يكبر ويتحول إلى مرض. والله أنا قابلت ناس من المعارف وكذا وصل فيهم الوسواس أنهم أوشكوا على الانتحار، أوشكوا على الانتحار، يتوظى في اليوم عشر مرات أنه عنده شك أنه ما توظى أنه كذا. الشيخ محمد الشايع يقول في قصة تأليف الكتاب، يقول من كثر ما سألوني الناس، وهو مأذون أنكحة ومفتي وكذا، من كثر ما سألوني الناس عن الوسوسة يقول قلت لازم أطلع كتاب للناس يقرؤونه بحيث أنه يساعدهم. والحقيقة هو قدر المستطاع حاول يلامس المشكلة، أكيد أنه ما نطالبه بكل شيء لأنه هو في الأخير يعني زي ما أنت شايف، والكتاب 5 ريالات وحقول ملاحظاتي على الكتاب. نعم. فأنا أول شيء أقول لك أن الكتاب يتحدث عن الوسواس، الوسواس القهري، ولو كتبت الوسواس في وزارة الصحة يطلع لك بيان كامل عن كذا، وغالبيته يدور حول البيئة، هل أنا توضيت هل ما توضيت هل وللأمانة ترى يعني هذا قديم، حتى مجنون ليلى طبعا الوسواس ناتج عن فراغ، بالغالب يكون عن فراغ عندك فتملأه الوساوس. فمجنون فراغ في النفس. إيه فراغ وفراغ أنك عن ما يعني ما عندك شيء تسويه. مجنون ليلى من كثر ما هو مشغول في ليلى ومنشغل عنها يقول أصلي فما أدري إذا ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية. الله. دبل العدل 4 مرات لأنه غافل غافل. أنا تذوق هذا شعريا، لكن أنا ألمس الجانب الآخر في الوسوسة، أنه منشغل تمام الانشغال عن العبادة مشغول في ليلة. هل ممكن الوسوسة تسيطر على الشخص لهالدرجة؟ طبعا بل أنك تري الحين منجيبها مجالاتها، أنه تتوهم أحيانا ترى أشياء ما لا وجود لها. أنا صادفت بعض أقاربي عندهم وسوسة يرون أشياء يتخيل تخيلات، وهذه من مجالاتها. شوف أصحاب الوسوسة لهم مزايا، أنا بالنسبة لي أولها أنهم قوم يعانون،
يجب أن ننظر لهم بالشفقة. أنا كان عندي قريب عنده وسواس كان متعبنا أنا، بس كنا نرحمه لأنه ندري أنه غصبا عنه، فهم قوم يعانون. اثنين خارج عن إرادتهم، ترى الموسوس ودي يكون زيك عاقل. أنا أذكر واحد كان يقعد بالحمام 4 ساعات مسكين، وهو يشك في الطهارة ويشك أنه تحمم ويشك كذا. الشيء الثالث، يقول الإمام النووي في كتابه الأذكار إن الوسواس إنما يبتلى به من كمل إيمانه، فإن اللص لا يتقصد بيتا خربا. وهذه مزية إيجابية، إنه غالبا هو كتب إنه أكثر المتدين أكثر أهل الوساوس من المتدينين، إنه الشيطان يريد أن يفسد عليك عبادتك، فيبدأ يقول لك ترى ملابسك الداخلية ما كانت طاهرة، ترى صليت 3، ترى الأرض اللي تصلي عليها هذه فندق، ترى ممكن فيه نجاسة، ترى وتبدأ تشكك وتعيد صلاتك 100 مرة وأنت ما. وهو تو قال الشيخ في 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 المقطع الجميل، قال إنه أنا عندي قاعدة اليقين إنك تكون يقين خلاص عندك حزم صليت 3 و4 اجزم إنها العدد الصحيح اللي في بالك. الوسوسة شك تطور، الوسوسة عضلة إذا غذيتها كبرت وصعب أن تسيطر عليها. الوسوسة من الشيطان، وقد هو يقول من الشيطان لكن أنا أوسعها لبعض الفلاسفة، قال إنها من النفس البشرية ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بدأ بالفجور، إنه الفجور قد يكون هو المغذي لك، وأحيانا يولدها كثرة ملاحظاتك. كل ما دخلت علي أنا مفرح سكتنا، كل ما دخلت علي مفرح سكتنا، فأنت تقول لا هو واضح إنه يسبوني، كل ما أجي يسكتون، لما يكملون سواليفهم؟ فتبدأ من لقطات بسيطة تبدأ أنت تكبرها. طبعاً إحنا ممكن نتكلم عن أسعار الين ولا عن أسعار سوق الأسهم، بس أنت جيت واحترمناك وسكتنا، فهي تبدأ من هالناحية. التعريف هو عرفه، يقول هو الوسواس هو حديث النفس وما يلقيه الشيطان في الصدر من وساوس وهواجس وتفكرات. هذه تعبيراته، تفكرات إنه يبدأ الإنسان يفكر، طيب أنا من خلقني الله؟ طيب وين الله في السماء؟ طيب من خلق الله؟ تبدأ حتى تدخل، لأنه أغلب الملحدين ترى بدأوا من دائرة الوسواس والأسئلة اللي يسمونها في علم الفلسفة الشك 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 الشك. تبدأ تطرح أسئلة، أنا ما أطرح الأسئلة لكن لها حدود معينة، إلى الحدود اللي يفيدك. يعني أنا أسأل نفسي مثلا كيف أروح إلى الملز في أقرب الطرق، أفكر فيها كيف أوفر اقتصاد بزنس. لكن الأمور التي لا سيطرة لك عليها ليس من الجيد أنك تطرح الأسئلة. نجي يا طويل العمر أهميته، تجي تقول لي أحمد إيش كتاب وحلقة يا أهلا بالعرفة نجيب كتاب، نقول لك يا أخي في سورة في القرآن كاملة قل أعوذ برب الناس، كلها تتكلم عن الوسواس الخناس، الخناس اللي هو مستقر في داخلك. نجي يا طويل العمر يجي أسباب الوسوسة، هو اختصرها قال الجهل بالدين، نقص في الإيمان، أيضا الانقياد والاستسلام لساوس الشيطان، نقص في العقل. وأنا نقص في العقل صراحة لي تحفظ عليها، لأنه أحيانا أنا شفت ناس والله بأوروبا بكامل فلاسفة في أوروبا درسوني في بريطانيا عندهم وسوسة. طيب مجالات الوسوسة عشان نضيق الموضوع، مجالات الوسوسة التفكر في ذات الله وصفاته. نحن نقول فكر في خلق الله ومخلوقات الله بس لا تفكر في ذات الله. 2 الوسوسة في الطهارة، 3 الوسوسة في انتقاض الوضوء، 4 الوسوسة في مواطئ القدم. كانوا بعض الصحابة يعني يقول لك أنه يعني نتحرج أنه نمر حنا حافين الأرض قد تكون فيها نجاسة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا كان في نجاسة فأنت بعد ما تعديت النجاسة تطهرت، لأنه إنسان يتيمم. أيضا الوسوسة في الأماكن، أماكن الصلاة، الوسوسة في النية، الوسوسة في التحرج من الصلاة في النعال، زمان كانوا يصلون بنعالهم، الوسوسة في تزيين المعاصي. أحيانا يزين لك الشيطان يزين لك سوء عملك، لا ما فيها شيء، الدخان ما في شيء، المدري ما في شيء، تقلل. الوسوسة في النسيان، تعرف دائما إنساء الشيطان يدخلك بالوسوسة يخليك تنسى. طيب التوهم، الآن حنا طال عمرك خلصنا، خليني أقول لك أنا كيف نعالج وهو المهم. المعالجة ذكرها الشيخ تقريبا في 17 نقطة. أول شيء طلب العلم الشرعي، ترى العلم الشرعي يحميك. أنا بالنسبة لي كنت أول صغير موسوس، ما حماني بعد الله للعلم الشرعي. 2 تقوية الإيمان والمداومة على ذكر الرحمن، الرقية الشرعية، أنت ترقي نفسك، لا تجلس بمفردك رغم تحفظي. أنا أقول لا تجلس بمفردك إذا كنت ضعيف التفكير. شلون لا تجلس بمفردك؟ يعني هو العزلة. العزلة نوعين، شوف الإنسان القوي المفكر، الأنبياء كلهم كانوا يعتزلون الناس على أساس يتفكرون. إذا أنت أفكار قوية وممتازة اعتزل، أما إذا كنت ضعيف فهو كما قال لا تجلس بمفردك، تحرك وتنقل ولا تسترسل في التفكير المضر اللي يوديك الأشياء
لا تستفيد منها لا دنيا ولا آخرة. أيضا اختر لنفسك صديقا يساعدك، اجلس مع أهلك باستمرار، اخرج من البيت وتمشى، تذكر أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، يعني لا تسير أسير الوساوس، لا تفكر بطريقة تشاؤمية، إذا كنت أعزب فكر في الزواج، اعلم أن الوسوسة بوابة خطيرة، اعلم أن الوحي قد انقطع. بعض الناس يتخيل أنه يقول يا أخي جاني وسواس، أنا شفت بعض الناس يدعون النبوة يقول لك أنه جاني وحي في باكستان وفي غيره. إذا وسوست في ماضيك أو حاضرك أو مستقبلك فاتركه حالا، أحيانا تجيك الوساوس أنه أنا يوم أنا صغير سويت وسويت، تفتح على نفسك. أيضا في آخر حل يقول لك زر الأطباء النفسيين إذا احتجت. الملاحظات أنا أدري أنك تسألني عنها، أنا أتمنى إعادة صياغة الكتاب والتبويب وكتابة المراجع، الكتاب ما في مراجع أبدا. اثنين تخريج الأحاديث، الأحاديث كثيرة وبعضها غريب، وأنا متأكد أنها مقبولة، إذا ما هي بصحيحة فهي مقبولة. أيضا تجديد بعض الإصدارات التي أصدرها الشيخ مع الكتاب، مثل أسرار الدعاء، كيف تصل إلى القلب التائب، الانترنت أفراح أم أحزان، ترى الانترنت جزء من بوابة الوسوسة. أربعة ضوابط المزاح، خمسة كيف تواجه النقد الآثم. هذا ما يمكن أن نقوله، وأنا أشكر الشيخ محمد الشايع وأتمنى أنه يطور الكتاب ويحطه بتأليف، هو حقيقة كان جهد المتحمس الذي يعني ينقصه بعض الفنيات التي تساعد على القراءة، الفصول معينة وكذا، هو حط كل سرد واحد على الأقل، أنه الرجل كان له مبادرة عظيمة يعني ويشكر عليها. هو الوحيد اللي كتب في السعودية في التصنيف، لو تدخل المكتبات ما تلاقي إلا هذا الكتاب، وهو جهد ويشكر عليه. لكنه أيضا كما يقول المتنبي، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنا متأكد أن الشيخ الشايع حسب علمي فيه وحسب ما أشوف في السناب هو رجل يستطيع، يعني بالذات أن الكتاب ذا له 15 سنة، أنه يقدر يضخمه ويحطه بوفق الأسس العلمية. بس الله يبعد عنا عنك الوساوس إن شاء الله. آمين آمين. نبي نطلع من الوساوس، الموضوع يوسوسون فيه كثير من الناس خلال هالفترة، نشوفه برواز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. وسجل هذا الفيديو بشكل خاص لبرنامج أهلا بالعرفج، وأشكرهم على إتاحة الفرصة للحديث عن تخفيض المخالفات المورية الذي يبدأ تطبيقه ابتداء من يوم غد الخميس بإذن الله. التخفيض نوعين، تخفيض بنسبة 50% على جميع المخالفات المورية المرتكبة حتى تاريخ اليوم الأربعاء. هناك شرطين للاستفادة من هذا التخفيض. الشرط الأول سداد هذه المخالفات خلال مهلة 6 أشهر تبدأ ابتداء من يوم غد من 18/4 إلى 18/10/2024. الشرط الثاني الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات المورية المرتكبة حتى تاريخ اليوم الأربعاء ابتداء من يوم غد الخميس، تجنب ارتكاب 4 مخالفات مرورية مؤثرة على السلامة. الأولى تفحيط، الثانية قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدرات، الثالث تجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلومتر في الطرقات المحددة السرعة فيها ب 120 كيلومتر أو أقل، وتجاوز السرعة بأكثر من 30 كيلومتر في الطرقات المحددة السرعة فيها ب 140 كيلومتر في الساعة. التخفيض الثاني ورد في المادة 75 من نظام المرور، تخفيض بنسبة 25% على جميع مخالفات السير التي يتم ارتكابها ابتداء من يوم غد الخميس بإذن الله. المدة الأساسية لهذا التخفيض 45 يوم من تاريخ تسجيل المخالفة، بالإمكان زيادة هذه المدة إلى 75 يوم عند طلب مهلة سداد إضافية عن طريق منصة أبشر. بالتوفيق للجميع. عبد الله دائما يقدم الأخبار كوجبات خفيفة مباشرة وسهلة ممتنعة. صحيح، أنت تو تسألتني في بداية الحلقة عن الإعلامي الناجح وكيف مواصفاته، وأنا أعتقد أبو مشاري واحد منهم، لا شك واحد منهم، رغم أنه يعني ونحيي محافظة ظلم يبعد عن مدن الأضواء اللي جدة والرياض والدمام، المدن اللي فيها صحف وفيها طباعة وفيها إذاعات وكانت ذا. فالمسألة مسألة إرادة ومسألة اشتغال على الذات. صح. أبو مشاري عبدالله البرقاوي اشتغل على نفسه، طور أدواته، واللي يميزه عن غيره بما فيهم أنا مصادره. عبدالله مصادره ما أدري، قلت صحفي أنت صح، أدري منين تجيب، يبقى صحفي، تعطي الناس قروش، وهذا الصحفي الشاطر. أحسنت، صحفي شاطر، رغم أنه قلت لك بعيد عن يعني اللي بالرياض ما ياخذون يصلون لمصادره ما شاء الله، فالله يوفقه. هذا أولا. ثانيا أنا أشوف الجدل حول والتخفيضات، أنا لي رؤية أخرى جميلة، التخفيضات ومساعدة، لكن عنا قبل أن نفكر في التخفيضات لماذا لا نفكر بتلافي المخالف أصلا؟ يعني حنا ليش نفكر كيف نسدد قطع الإشارة؟ ليه ما نفكر أن حنا ما عاد نقطع الإشارة؟ أنا أفكر دائما يا قبل أنك أنت تروح تعالج نفسك،
تبدأ بالوقاية. العرب تقول الوقاية خير من العلاج، أكيد العلاج آخر الحلول، لكن أنا أقول للناس بشكل عام اللي يسمعوني، أولا يا جماعة فكر أنك ألا تحدث أي مخالفة. هذا الأصل فيك إنسان مواطن أو مقيم راقي، أنك أنت ما ترتكب، بالذات أنها أمور بسيطة وتساعدك، حزام أمان، إشارة، مدري، هذه واحد. اثنين، أنه نستغل زي ما قال حبيبنا عبدالله البرقاوي، نستغل فترة التخفيض هذه. والحقيقة هو غطى الموضوع في نقاط يمكن ما ذكرها مير عليها. أول شيء التخفيض آليا، ما يحتاج تروح للمرور، كله عن طريق التطبيقات، ولا مواقع ولا رسائل ولا غيره. نعم. السداد عن طريقين، إيفاء أو السداد عن عبر منصة، عبر المنصة المعروفة، منصة سداد. طبعا احنا ليش اخترناه اليوم؟ لأن بكرة حتبدأ حلقة أخرى، من بكرة وست شهور الباقي قالوا 25، يعني المخالفات اللي ترتكب صح من بكرة. لذا أنا أقول ليش حنا نحط المخالف؟ ليه ما تأخذ على نفسك عهد إنك لا تفعل أي ذا؟ كلنا نسوق مدربين، يعني هي ما عاد صارت المخالفات شيء أسرار ولا الغاز. مواقف خطأ، سرعة، تفحيط، حزام. يعني كل هذه خلاص سارة، والناس بالفطرة يعرفونها، ما عاد صار. حتى قلت واحد تراري خذيت مخالفة، وش هي، جوال ولا حزام؟ من هو أنا؟ أي أحد تسأله. نعم الحين نعم. صار شيء دارج. أيوة، أنا ما ودي أقول يا أخي إنه، يعني طبعا هو أفكار خاصة فيني من صديقي بكر أبو دمع، حنا في الطفولة، يقول لي يا أحمد المفترض إنه أي واحد يقدم رخصة يوقفوه في التوقيف يوم عشان يعرف. أنا والله بنعمة من الله يا أبو عبد العزيز، أول ما تعلمت القيادة أذكرها 1403 كنت برس وقطعت إشارة حماقة مني، وأودعوني في التوقيف السجن 72 ساعة. أمي الله يرحمها يوم عرفت بالخبر قالت خلوه يتأدب. والله يا أبو عبد العزيز الحين أنا موظف كبير كنت، وكنت عسكري وا وا وا، إني إلى الآن لا شفت العسكري له هيبة عندي بسبب الثلاث أيام اللي قضيتها. بكر أبو دمعة يقول إنه ليت إنه أي واحد يقدم على رخصة خلاه يبدأها من أول. إيه يبدأها، لا لأن حطيته بالتوقيف يوم. إيش حيصير له؟ راح يتذكره دائما. أحسن، لأنه ترى أكثر الناس اللي يسوون المخالفات لا تقول لي ما يعرفون، يسوونها استهتاراً. استهتاراً يعني ما عمري شفت واحد والله ما ربط الحزام تقول لي ما ربطت، يقول لك والله ما كنت أدري أنه لازم أربط. لا، أو تسرع، خط واضح 120، أنت تسرع ليش؟ فأنا أقول هذه لو فكروا فيها، أنه أنت مقدماً ويحسب لك اليوم، لو قطعت إشارة يصير أنت سددت اليوم. عير خير. يعني الناس مبسوطة. أيوة الحمد لله، نبيهم يكونوا مبسوطين بالخبر. اطلع فاصل ونرجع. حياكم الله من جديد مستمرين في هلا بالعرفج. فقرتنا التالية، المثل يقول، نشوف. المثل يقول: المقال الذي لم يعجبك اعلم أنه كتب لغيرك. فكيف نفهم أذواق الناس من خلال هذا المثل؟ وهل الذي يعجبك سيعجب غيرك أيضاً؟ أم أن الناس أذواق مختلفة؟ قال شيخنا أبو سفيان العاصي: إن المنطق يتدخل في كل شيء إلا في أربعة أشياء، وهي الأذواق والحب والطعام والملابس. هل هذا الكلام صحيح؟ ويقال: لولا اختلاف الأذواق لبارت الأسواق. وأخيراً، ماذا يفعل الإنسان تجاه الأشياء التي لا تعجبه؟ عندك يا دكتور؟ يا سلام يا أخي أبو عبد العزيز، والله قراءة ودي. أنا رغم أني كاتب التغريدة بس أنا مستمع فيها ومتلذذ، أقول هذا اللي كتبته نغم نغمي والله نغم. شوف يا أبو عبد العزيز، في قضية مهمة جدا وأنا تعبت ونطرحها من 40 سنة متبنيها، أنه الناس في آراء وفي حقائق. حقائق أن الرياض عاصمة السعودية، جدة تقع على البحر الأحمر، لكن أيهما أجمل، الرياض وجدة؟ هذا رأي صح. أيهما ألذ، المكرونة ولا الرز؟ هذا رأي، لكن المكرونة صناعة إيطالية والرز صناعة هندية، هذه حقائق. الناس يصعدون الآراء إلى مستوى الحقائق ويتجادلون. الهلال والنصر، مين أحسن، الهلال والنصر؟ هذا أذواق. لكن إيش شعار الهلال؟ أبيض وزرق. إيش شعار النصر؟ أصفر وزرق. هذه حقائق. اللي بقوله أنه زي ما قال شيخنا أبو سفيان عاصي، المنطق يتدخل في كل شيء، يعني واحد زائد واحد كل شيء اثنين ثلاثة معسومة، لكن في الأذواق ما يعجبك قد لا يعجبني.
في الأكل ما يعجبك قد لا يعجبني، في الحب البنت اللي ترى أنها حلوة أرى أنها مثال للغير المثال للجمال المتواضع. هذه الأشياء والملابس، أنت تشوف المدن والمدن هذه كلها ذوقيات. أنا أقول يا جماعة الله عز وجل يقول ولو شاء الله لجعل الآية ولو أيوة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. الله عز وجل خلقنا للاختلاف، لأنه لولا اختلاف الأذواق لبارت الأسواق. أنت تدخل محل ملابس تشوف كل الألوان، طبعا ما يعجبك إلا لبسك اللي اللون اللي يعجبك. هذه قضية لازم يعني نؤمن بها. أنا شوف تروح أنت المجالس وأنا أروح، الجدل كله على الآراء مش على الحقائق. صح. الحقائق محسومة، الناس يتجادلون حول أيهما الذي لا روح للبرجر الفلاني والله تأكل وتدعي لي، واحد مرة قال روح للفوال الفلاني تدعي لي والله رحت دعيت عليه سيء لا فأقول لك يعني مو دعيت عليه، قلت والله يصلحك الحين تعبني وأنا 7 كيلو أضرب وأخرتها فول يطلع تقييم 2/10. لأنه طبعا لأنه أنت يا أبو عبد العزيز أنت مكوناتك الذوقية مكوناتك مختلفة عني. ولذلك حنا نقول بالذات البنات أزعجونا بالأبراج. طيب أنت إذا برجك يختلف عن برج صديقتك فبالضرورة اللي يعجبك قد لا يعجبها. فهذه مقولة الله يرحم ميخائيل نعيمة يقول المقال الذي لم يعجبك اعلم أنه كتب لغيرك. أنا أكتب مقال يجي واحد يقول مقالك زي وجهك بايخ، ويجي واحد يقول أجمل مقال قرأته لك. ليه؟ لأن المستقبل مختلف، ذائقته مختلفة، مدخلاته مختلفة. أنا أتمنى بعد هالحلقة وبعد هالمقطع إنه حنا يا جماعة نميز، ترى الناس أذواق والأذواق إيش دورنا المختصر المفيد؟ إن الناس أذواق هذا أولا، اثنين عشان يحترمون الناس ذوقك يجب أن تحترم أذواقهم بس. بالضبط، هي علاقة تبادلية بالدرجة الأولى. من المثل يقول فقرتنا الجاية يمكن هذه اللي تحتمل فيها آراء صحيح بعض الأحيان. صحيح، كيف تكون صاحب كاريزما. نعم، شوف كيف تكون صاحب كاريزما. الصفة 25 من صفات أصحاب الكاريزما هي الكرم، والمقصود بالكرم هنا ليس كرم المال أو الطعام فقط، بل كرم الحب وكرم الأخلاق وكرم العطف وكرم الصدق وكرم التجاوز عن زلات الآخرين وكرم التغافل وكرم صيانة اللسان عن ذكر عيوب الناس وكرم الإخلاص في العمل والصدق في الاستشارة وكرم التفاعل مع الناس في مواقع التواصل. الكرم له مفاهيم كثيرة. صحيح، له تعريفات كثيرة. أحسنت، هذا هو هذا الكلام الجميل اللي بديت فيه أبو عبد العزيز، ريحني وخلاني يعني أنطلق من أرضية قوية. شوف يا حبيبي، أول شيء إيش علاقته أنه صاحب الكاريزما لازم يكون كريم، لكن نختلف معنى كرمة. نجي للقرآن الكريم، أول آية وأقوى آية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما معنى التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. يعني الكريم لا يغتاب، الكريم لا يكذب، الكريم لا يغازل، الكريم لا يزني، الكريم لا يماطل للناس بفلوسهم، الكريم يسدد الفواتير اللي عليه، الكريم يحلل راتبه في الوظيفة. هذه كلها تدخل صفات الكريم. نجي يا حبيبي للآية الأخرى اللي مثلا تقول رمضان، يعني مقولة أخرى، رمضان كريم. إيش معنى رمضان كريم؟ تسامح. الله عز وجل هو الكريم، كريم كيف؟ يتسامح. إذن ثاني خطوة في الكرم بعد التقوى هي التسامح. طبعا انا مسوي هاشتاج صفات اهل الكرم، شغال على 100 صفه ليس منها الكرم الغذائي ابدا. 100 صفه مثلا من صفات الكريم، مثلا غض الطرف. الفرزدق يقول استمطروا من قريش كل منخدع ان الكريم اذا خادعته انخدع. يجيك ولدك عبد العزيز يبا معليش ودنا الملاهي ودنا ما ادري يساحرك، انت تدري انه يساحرك، تدري انه يعني يترجاك، وتدري انه يلعب عليك، لكنك خليته يسمح. شوف الفرزدق يقول روحوا لقريش استمطروا من قريش كل منخدع، الناس المتسامحين الكرم الطيبين هذولا ايش؟ ان الكريم اذا خادعته انخدع. انا احيانا يجي واحد صديق يضحك علي، ادري انه يضحك علي، امشي له اياها عشان احسسه بالانتصار. لكن انا المؤمن فطن ومتغافل. من صفات الكريم، من صفات الكريم انه اذا راى منك قبح ستره، اذا راى منك جيد اعلنه. ايش يقول؟ لا قلت أنت ولا سمعت أنا.
هذا حديث لا يليق بنا. إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيحة وأظهروا الحسنة. شوف صفات الكرم. نحن مع الأسف أنا ماني ضد الكرم الغذائي بس حصرناه، صار عندك رجال كريم وشو يا يسلف يا يذبح. لا يا أخي الكرم، وتلقى هذا اللي يذبح ويصلخ ويسلف لا يداوم زين ولا يكرم المراجعين، وعياله معذبهم ما يصرف عليهم، فواتير مسدد عليه إيقاف خدمات، مسوي مشاكل مع الناس لأنه أخذ أنه هذا هو الواجب، هذا الكرم، هذا جزء اسمه أدب الضيافة، ليس من الكرم في شيء. نجي طويل العمر عشان ندخل، يجي واحد يقول لكم قوم بالواجب. الواجبات وشي؟ واجبات دينية، واجبات أسرية عليك، واجبات وظيفية، واجبات لنفسك، واجبات الوطنك. يعني أنا ما أفهم واحد يذبح ويرمي المخلفات العزيمة بالشارع، هذا ليس كريم أبدا. أنت ما أنت كريم مع وطنك، أنت كيف ترمي من بيتك الزبالة وتخليها بالشارع؟ ترميها كذا، حطها بمحلها الطبيعي. نجي يا حبيبي للكرم. ما هو الكرم؟ كرم الصدق، كرم الإخلاص، كرم مساعدة الآخرين، كرم النصح والصدق في الاستشارة مع الآخرين. وأيضا أنا اخترعت كرم جديد، كرم السوشيال ميديا، تتفاعل مع الناس، ترد على الناس، تسوي رتويت. أنا بالنسبة لي أسوي رتويت أزيد من 10 عزايم، لكن أنت ما تسوي رتويت، لأنه هذا الشيء اللي أنت ما تبغاه وأنا أبغاه. يقول العلماء الكرم أن تعطيني ما أنا بحاجة إليه وليس ما أنت بحاجة إليه. أنا محتاج دم، تبرع لي دم، تروح تعزمني، أنا أبغى دم، أبغى دم، أنا أبغى مساعدة، ما عندي لمبة بالبيت، تروح تذبح لي ليش؟ وبعدين حنا الحمد لله بخير، يعني الآن تقريبا كم، ما أدري كم اللي مسوين تكميم، عددهم هائل، والبقية مشتركين بلندية، فحنا الآن نسعى إلى تخفيف أوزاننا. ما أنا الحمد لله السعودية بلد غني، ليس فيها هاجس الجوع ولا شيء، إنه كل ما تقابل واحد يلا نغديك بكرة نغديك بكرة، كأننا إحنا في ما عندنا الحمد لله الخيرات كلها. أنا مع إبقاء صفة الكرم وتنميتها في الناس، ولكن تغيير مسارها إلى أنك أنت لما يجيك مراجع تعبان تكرمه. الله يا أخي والله نسيت اسم واحد رجل في الشمال في عرعر، كتبوا عنه مرة ضابط، كانوا يجونه الشياب وفي رسوم، فهو يدفعها عنهم ما أدري، بعد ما تقاعد قالوا لهم تذكر القصة، قالوا لهم ادفع 100 ريال، قال ما كنا ندفع، قال من أول الرجال الطيب كان يسددها. هذا اللي أنا أعتبره صحيح الكرم الحقيقي عندي الآن، إنه ما يصير عندنا منصة حساب كلها تصير مسددة، متى ما بقى معك 100 ريال ادخل وسدد، ادخل وسدد، ادخل وسدد. أنا هذا مفهومي للكرم. إذا بتصير صاحب كاريزما، كاريزما مو بس إنك تعزم، العزائم العزيمة جزء، بالذات إذا ما أنت محتاج. وبعدين حنا لما نشوف العزايم، بس أنت صح لي دكتور، أنت ضد المبالغة بالكرم الغذائي طبعا، إيه ولا احنا اصلا مفهومنا يعني الطبيعي بمجتمعنا نقصد، وهذا مثل دارج بما نتكلم قبل شوي كنا نتكلم عن المثل والان نتكلم عن الكاريزما، الجود من المجود، هذا واحد وكرام النفس هواها، وكرام النفس هواها نعم. لكن بالمقابل ايضا بالعكس، اللي يمكن انا اعتقد انه احنا مهم جدا ان نكرم الضيف، وهذه على ما قلت اداب ضيافه صحيح، هذا شيء، لكن احنا ضد المبالغه اللي تصير اليوم. انت تكرم الضيف، شوف الحديث يقول فليكرم ضيفه، من هو اللي يكرم؟ واحد عاني طق الباب عليه قال لك ما عندي لكن انا ايش اللي ضده؟ اول شيء الهياط، واحد، اثنين جايينك تذبح ذبيحه، هذا ايضا جزء من الاسراف، ثلاثه انك تضغط على الضيف انه لازم يجي، علي الطلاق تجي علي الطلاق. هذا وين كرام النفس؟ انا ما اقدر اجيك، انا مشغول، انا دعاني منها، وكيد تتعاني لما تروح لاي محل. ايضا الاربعه انه انت تعزمني وتعزم امه محمد. وبعدين ترى في نقطه في الكرم، انا تزعجني، انا ما عزم، تعرف كل ما قد عزمتك ولا قاعده ليه؟ لانه انت اذا عزمتني، العرب تقول ان المعروف رفق ورده عتق، لا شك، اذا عزمتي لازم عزمك، واذا حطيت ذبيحه لازم احط ذبيحه. انا ما قدرت الذبيحه، انا اشري كتب ما اشري ذبايح، فانا اقول بهالطريقه. نجي امس مثلا كنت جاي من جده، وانا لما نجي جده دائما الناس بالسناب تكفى مر علينا تكفى، انا اعتذرت منهم وادري انهم طيبين وشكرا لهم، بس انا تغديت بمطعم وصورت وقلت انا تغديت بالمطعم لخمسه اسباب. السبب الاول وهو المهم، انه هذا المطعم لو انا وامثالي ما اكلنا فيه ايش يصير؟ يقفل. اذا قفل الباكستاني والمقيم والمسافر واللي ما يعرف احد واللي مو مشهور زيي، وين ياكل؟ اذا قفل المطعم ب 600 كيلو مطعم البراك، هذا من اجمل شيء، هذا قفل. شفت هذه مشكله، انا اعرف بعض المدن الصغيره ما فيها فنادق، ليه؟ فتحوا فنادق كل من جاء سكن عند قريبه، الفندق قفل، نسبه التشغيل صفر. هذا واحد.
اثنين امي الله يرحمها تقول لي يا ولدي يعني اذا ما انت محتاج لا تروح تتعب الناس، انت تروح لصديقك تتعب زوجته ولا يجيب من المطعم، ليش تتعب زوجته؟ واذا بيجيب المطعم روح انت المطعم وقول الحمد لله ولا تقول كثر الله خيرك. اي ثلاثه طال عمرك، ثلاثه في نفس السياق، انه انت لما تروح المطعم امس اخذت ملوخيه ودجاج على كيفي وبصل وعلى طاوله، لو رحت لصديقك بيحط لك لحم ممكن يكون ما نضج زين، واحد يقطع لك وياكل بيده يقطع لك ويحرجك الا تاكل، واذا ما اكلت قال ترى ما فيني امراض لازم تاكل تقطيعي. فانا اقول عده اسباب. قل له ماني طير لك. ها؟ اذا اعطاك قطع لك قل له انا ماني طير لك. لا بس يعتبرونها رود، يعتبرونها قله ادب. انا اقول خروج من الخلاف ذا، رحت اكلت في المطعم ودفعت 31 ريال. اي ذكرتني بقصه دكتور صارت يمكن في الشمال لما افتتح اول مطعم. ايوه في منطقه الجوف. ايوه راح اعيان المدينه لامير المنطقه. ايوه وقتها كان الامير عبد الرحمن السيري الله يرحمه. نعم وقالوا حنا ما خليت الديره ولا زلنا حنا موجودين، وشلون يفتح المطعم بيوت مفتوحه؟ يا الله نعم فزعلوا، وهذه بس الشيء بالشيء يذكر يعني جت على البال يعني. صحيح. وبعدين اقول لك على موضوع الكرم، انا اقول الكرم كرم النفس، يعني انا الحين اطرح رايي وللأمانة كثير ردوا علي وشتم الحين اللي يدعون الكرم. آخر واحد يتكلم عن الكرم أنت يا وجه السفلة يا وجه العنس الحين. أنا طيب أنا بقول لك الكرم اللي أنت تقوله كيف ما أتشتم رجل بس يقول أنه له رأي في الكرم؟ أنا رأيي بسيط، أنا أقول هذا رأيي بس، أنا اللي بيعزم ويذبح براحته، لكن أنا لا أريد أن أعزم ولا طبعا نتكلم عن العزائم الرسمية، مش أنت تجيني بالبيت وتجيب معك أكل ولا أنا وإنت نتقاسم ربع دجاج، لا أصحاب. أنا أتكلم عن العزائم التي فيها كلفة والتي قد تكلفك ما لا تطيق. أنا كنت موظف وزمان كانت الناس تعزمني وأنا طالع يعطيني معروف. لا. أنت خلاص يقول لك أعطي العين أعطي الفم تستحي العين فما تقدر ترد. نطلع الفاصل ونرجع. يلا فاصل ونرجع. حياكم الله من جديد. نرجع ونقول الفقرة الأحب عندي المشي مع الأرفج. يا سلام خلنا نشوف. ما أسعدني يا جماعة ما أسعدني المشي يجمعني بشخصيات إبداعية، شخصيات أدبية، شخصيات فنية. أنا اليوم مع بركان منيف الحربي. أنت قلت منيف الحربي تتذكر الهدوء والأدب. حبيبي بركان دكتور. أنا أدري أنك تمشي، قل لي علاقتك في المشي، كم تمشي بالأسبوع باليوم بالكيلو بالمتر؟ والله من الناس بدون مجاملة دكتور. أيه. يعني بكل صدق أنا حريص على المشي لأنه فيه رياضة الإنسان من ناحية الصحية وفي حتى من ناحية النفسية، يعني ترى حتى تأثيره على النفسية الإنسان كبير جدا المشي. غير أن الجوانب اللي أنت قاعد تركز عليها وشكرا يا دكتور أنك تبرز الجوانب هذه اللي هم جانب الإلهام. كثير الأفكار أو خلينا نقول قرارات ممكن يتخذها الإنسان طبعا اثناء المشي تساعد الانسان انه طيب. ايش طقوسك اثناء المشي؟ هل تسمع بودكاست؟ هل تدعي لي؟ هل تسمع يا اهل بالعرفة؟ انا ادعي لك دائم حتى لو ما سمعت. طيب ايش طقوسك في المشي؟ المشي والله ما في طقوس معينه، يعني احيانا ترى امسك الجوال وامشي فيه، يعني طيب احيانا اسمع بودكاست. امرك كان تمشي معك؟ بعض الاوقات. واولادك عساك منشئهم على المشي؟ اي الحمد لله كلهم يحبون المشي، مو كلهم صراحه خلينا نكون صادقين. طيب اهم قرار، انا ادري ان قراراتك دائما تتخذها وانت تمشي، اهم قرار اتخذته وانت تمشي؟ ما اتذكر صراحه الحين. هل دخلت الاعلام وانت تمشي؟ لا طبعا الاعلام من زمان يعني. هل قررت تتزوج وانت تمشي؟ لا. طيب ايش قررت تصير صديقي وانت تمشي؟ يمكن. طيب الان انت تعرف احنا متعرفين على بعض قبل 3 سنين، قبل 5 سنين كم مره تهجمت علي؟ ما لا مره واحده دكتور. ما تحس بالندم انه انا يتيم وما عندي ابو تتهجم علي؟ والله حسيت بالندم يعني صدق. انا اكتشفت اسمعوا الكلام هذا صدق جانب رائع جدا، يعني جانب انساني كبير صراحه بالدكتور احمد ويستاهل والله. يعني الانسان يعني زي ما يظهر قدام الناس ويظهر قدام أصدقائه ويظهر، هذه حقيقة صراحة. طيب أنا يمكن نعم
بعض الاراء او الانتقادات اللي كانت حاده دكتور ما كانت يعني جيد انها ما كانت فيها جانب شخصي الحمد لله جانب فكري. طيب ابغاك بالله هل انت رجل يا اخي تعجبني وانسان متصالح مع ذاتك ابغاك تقول على موضوع العالم الافتراضي. احنا دائما نعادي الناس في المواقع التواصل بدون ما نعرفهم لا عرفناهم ندمنا ولا لا صحيح. تكررت كثير صحيح. معكم صحيح. مع غيركم معي كثير كثير جدا. ايش اللي الارشاد او الفكره اللي توصلها للناس؟ هو فعلا الناس للأسف صارت تعيش في العالم الافتراضي أكثر من عيشها في العالم الحقيقي. نعم. وهذا بجانب صراحة إذا ما انتبه للإنسان يعني جانب خطير جدا لأن الحياة الحقيقية خارج العالم الافتراضي. كثير ناس أنا شخصيا قابلتهم وكانت عندي فكرة سيئة عنهم بناء على ظهورهم في الجانب أو في وسائل التواصل لكن لما ما أقصدك طبعا أيوة أبشر يعني ما كان فكرتي جيدة عنك نعم. من الأول نعم. لكن أتكلم عن ناس كثير وأكيد كل واحد يمكن مر بالتجربة هذه. ففعلا اوكي بعض الناس يظلم نفسه لانه يتعمد انه يظهر في وسائل التواصل عكس شخصيته الحقيقيه بشراسه احيانا بشراسه عشان يكون في متابعات وفي نعم. اثاره. لكن حتى لو كان الانسان يظلم نفسه انت عليك نفسك الانسان لا تاخذ فكره لانك لما تاخذ افكار سلبيه عن الناس الاخرين او تعيش في الافكار هذه انت تضايق نفسك وغير انك تاخذ يعني فكره غير حقيقيه صح؟ يعني احنا نقول انه بنيف الحربي يقول لا تحكمون على الناس من خلال الواقع الافتراضي انتظروا حتى تتعرفون عليهم او احسنوا الظن فيهم من البدايه بالضبط وتاكدوا ان الحياه الحقيقيه خارج العالم الافتراضي. تسمح لي امشي معك دايم؟ اكيد اكيد ليش ترى واذا فاز النصر بالبطوله تعطيني هديه باذن الله باذن تعطيني الله هديه نتصل عليك لك هديه دكتور اي ترى بسبي هديه غاليه وتعطيني قلم ناشف تيشيرت رونالدو بيحاول شكرا لك ما اسعد الله يسعدك يا رب عاد الهديه ما اظنها توصلك هسه اي لا ان شاء الله هو شوف اول شيء احيي بركان هذا الرجل مسي عليه بالخير اي والله رجل يا اخي الجلسه معه ممتعه وحديثه ممتع وايضا مثقف وخلوق وأنا أقول له معرفتي فيه هذه أكبر هدية واعترافه أيضا أنه تهجم علي وأني ما كنت ما رديت عليه ولا شيء هذا وأيضا حكمته الأخير أنه لا نحكم على الناس من يعني أنا بالنسبة لي ما قد مر علي أحد قال لي يا أحمد والله كنت أخذ عنك فكرة أنك طيب طلعت سيء لكن يوميا 10 يقولوا لي يا أحمد معليش كنا أخذين عنك فكرة سيئة ليش حنا دائما نميل للجانب السيء مع أن الإسلام أوصانا بحسن الظن المسلم بريء والإنسان بريء حتى تثبت تهامته وهذا واحد اثنين إن شاء الله أنه النصر حيأخذ بطولات وحيعطيني هدية وأنا ما أبغى بس أنت قلت له هالسنة أو لا يعني هالسنة أنت حديتها بوقت ما ندري ما حدينا التاريخ بعدين ترى في معلومة يمكن القليل يعرفها نتابع بركان بتغريداته الجوية هو مراقب جوي وأعتقد له اطلاع واسع نعم. ودائما يغرد في هالمجال بعلوم ممكن تتفق تختلف معه في تغريداته الرياضية لكن تغريداته في علوم الطيران بحكم تخصصه بحكم معرفته لا والله مفيدة فأنا أشكر أبو راكان وإن شاء الله نمشي معه مرة ثانية إن شاء الله أو يستعرض لنا الكتاب لا فاز النصر بإذن الله معك تيشيرت كريستيانو إن شاء الله إن شاء الله نبغى نشوف الكتب اللي وصلت البرنامج دكتور والله عليها كتب جميلة وبعدين أزين ما فيها أنه ممكن شوف أي كتاب يا أبو عبد العزيز لا يمكن اختصاره في سطرين هو كتاب ضعيف لأنه الكتاب أي كتاب لا يمكن اختصاره في سطرين هو كتاب ضعيف هذه قاعدة قاعدة على القرآن الكريم أنا اختصر لك إياه بسطرين أنه كتاب أنزله الله على محمد فيه بيان للمعاملات والتشريعات التي تخص البشر وفيه قصص من سبق رأى كتاب كامل فأي كتاب لا هذا يدل على جودة لا يعني الحين مثلا يجيك سهم يقول لك الرياض كذا لكن هو ما يقول لك دخل الرياض لكن يعطيك الرياض الكتاب السطرين ذي هي تخليك تحدد يا تشتري كتاب يا ما تشتريه جميل. يا تقبل أو ما تقبل شفت هذه جليلة أماتشو هذه الأستاذة منى الراضي حييها الحقيقة هذه من المفاجآت لي هذه السيدة من رائدة التعليم كتبت إلى الدكتور الملهم أحمد العرفت ورسلت الكتاب الكتاب فكرة عميقة وعجيبة هي تكتب عن جليلة أماتشو هذه شغالة طبعا هي من أمانة ما ذكرت الدولة لكن هي من أفريقيا بيّنت من طلوعها من بلدتها لجيتها اشتغلها في الوطن العربي ولا حدثت الدولة عشان ما أحد سعيلها قانونيا وكتبتها بلغة الأم هذه طلعت وبنتها عمرها سنتين واشتغلت ورجعت عمر بنتها يمكن 20 سنة تتكلم عنها المعاناة وبلغة عاطفية جميلة الغريب أنه أنا ما شفت لها كتب رغم أنه هنا يدل أنها كاتبة متمرسة يعني وين طفولتها الكتابية ما أدري
الكتاب بلا شك انه إضافة، انه انت الحين خلينا نقول لو فيه فرع في الأدب يطلع اسمه فرع أدب العمالة، الأدب العمالة في كذا كتب، يعني في مثلا واحد اشتغل في السعودية طلع كتاب وكذا، طلعت مجموعة كتب تكاد تكون تيار ممكن يكون دراسة أدبية جميلة عن هذه المشاكل ومن خلالها هي قصة. قصة 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 ممكن تحول فيلم. لكن اللي عجبني الإهداء، كتبت الإهداء بكلمتين بسيطة: إلى الذين لم يشاهدوا الفقر إلا في التلفاز. الحمد لله احنا ما شفنا الفقر إلا في التلفاز من طلعنا. فهي يعني أهدت الكتاب هذا والرواية إلى ذا. أنا حي جليلة ماتشو إذا كانت حية، وأترحم عليه إذا مات، وأشكر الأستاذة منى الراضي، وإن شاء الله توافينا أيضا بسرديات أخرى. هذا ما يخص. بقينا بالأستاذ نعيم الفارسي، نحيي ونحييها سلطنة عمان الأحباب. الحقيقة هذا الرجل نذر نفسه للقراءة، شجون القراءة، يتكلم عن شجون القراءة، عزاءات القراءة، وقال إلى هنا مكاتب أخي أحمد العرفج في القراءة لنا عزاء. سأتوقف قليلا عند تباريح القراءة. هذا الكتاب أنا أعتقد أنه كتاب يجب أن يقرأ مرة ومرتين ثلاثة، يكفيك المراجع حول 144 مرجع، يتكلم عن الكتابة والقراءة وشجونها، وجايب نماذج إيش قال الطنطاوي عن الكتابة وإيش قال نجيب محفوظ عن اقتباسات على شكل تغريدات. يبدو أنه مولع بالموضوع طبعًا القراءة طبعًا ثلاث كتب. وأقول لك والله يتابعوا حسابه في السوشيال. وش طبيعة النص؟ كلها عن هموم القراءة. عن هموم القراءة. هموم القراءة. مثلاً هنا جايب لك مثلاً يجيب لك الكتب اللي تكلمت عن القراءة، نصيحة رجاء النقاش، نصيحة برنارد شو، نصايح كل صفحة تلقى فيها ثلاث أربع اقتباسات. والحقيقة حنا بزمن السرعة الآن بحاجة الاقتباس المفيد. شوف حاجة الاقتباس المفيد. ومضات كذا. ومضات لا اللي تخليك تفكر. صح. مثلاً في مقولة للكاتب المصري جلال عامر الله يرحمه، الكاتب الساخر الفاخر، يقول حسبي الله على من جعل رمضان من 30 ليلة إلى 30 حلقة. شوف كلام ست مفردات لكن تخليك تفكر كثير. حسبي الله على من، طبعا هذا كلام كتبه قبل 30 سنة. حسبي الله على من جعل رمضان من 30 ليلة إلى 30 حلقة. تعرف من هو؟ لا هو يتكلم عن، أنا أسألك تعرف مين اللي خلاها 30 حلقة؟ لا هو حلاوته أنه يطرح سؤال ما يجاوب. بقول لك بعد الفاصل. طيب. الله أكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ملاك. رهيب والله، رهيب رهيب والله رهيب. هذه ذكريات أعتقد الجيل كامل جيل. نعم نعم جيل. هو المفردة عطتها كمان. رهيب والله رهيب. سيرة تويتر يلا نشوف هذا الملاك من يشبهك يا ودادي. أهلا بكم، أنا المتشرف بالحديث إليكم أحمد العرفج، وفي حضرة الأرشيف الفني القدير أبو جميل الناقد الفني وحيد جميل. حبيبي أبو جميل، أنا أدري أنك عشت تفاصيل قصة رهيب والله رهيب. إيش قصتها؟ للأمانة هذه أنا كنت في المنطقة الشرقية في زيارة ومعي الفنان عبد الهادي حسين عند الفنان الحبيب محسن جساس للقاء الفنان الراحل رحمه الله صالح الشهري، هو صديق حبيب وعزيز رحمه الله. جانا صالح الشهري عند محسن جساس في الظهران، وبعمل معه لقاء وانا ابغى يخدم عبد الهادي حسين انه الخيول متبنيه لعبد الهادي. قلت له هذا الخيول متبناه اول شريط ونبالك تدعم عبد الهادي. قال حاضر. اللي هو الخيول اللي هو مؤسس الخيول. قلت يعني حتى كمان يعني اعطي له انت لحن هديه ولحن تحاسبك على الخيول. واحنا بنسوي الحوار قال لي لحظه اسمعك، عمل دوبي منتهي منه جديد والله المسجل شغال، والا بتسمعني رهيب رهيب والله رهيب. هذه لمين يا ابو صالح؟ ابو صالح قال لي والله بفكر هذه تكون للراشد. قلت بس ما هي لون راشد، هذه لون عبد المجيد. حتى محسن جسد جالس عبد الهادي قال له كلام الاستاذ وحيد صح، هذه عبد المجيد. كملنا الحوار شوي قال لي اسمعك عمل ثاني. الله الله بسمعني أشقر على أشقر. هذه اللي قال لي والله كنت بعطيها لعبد المجيد. قلت له لا هذه لون راشد، هذه لون راشد. والأمان أنا كاتب عن أغنيتين بتفاصيل أكثر، لأن هذه أشقر على أشقر كلمات محمد بن راشد مكتوب، الشيخ محمد بن راشد مكتوب كاتبها، لأنه بجهز كتاب يعني قصة أغنية أو حكاية أغنية. ف
فبتكلم عنهم أوسع بطريقة أوسع. وفعلا لما نزلوا الأغنيتين جاني إلى جدة يعمل عمرة وهو راجع صالح الشهر في البيت عندي بعد ما عمل عمرة وجاب قال لي شوف أنا للأمانة أنت في مكانهم نديلي جميل أبغى أعيده ولدك ولدي جميل تعال جميل سلم عمو صالح وسلم عليه كبش من جيبه تقول له هذه عديدة انت اخواتك قال لي أنا الله أكرمني في الأغنيتين عبد المجيد ما قصر معي رجل كريم والشيخ محمد بن راشد برضو أكرمني وللأمانة أنت في اختيارك في صح قلت مو اختيار الصح إحنا عندنا القدرة صرنا يا صالح نقول هذه الأغنية تناسب فلان وهذه الكلمات تناسب فلان عشرتنا معهم عارفين الألوان اللي حبوها يعني أنت غيرت مسار الأغنيتين تحول نعم تحولت اللي راشد راحت لماجد واللي ماجد راح لعبد المجيد راحت لراشد واللي راشد راحت لعبد المجيد والأغنيتين ضربت والأغنيتين رهيب والله رهيب واشقر على واشقر على اشقر طيب كمل يا عاطف الجميل كمل والله لما تكبش كذا طلعت حوالي 7 وشوي تقريبا او 8000 ريال طيب سلفني يا هذا كلام عام 95 ولا 6 لا 98 98 ألف شكر دائما تكرمنا يا حبيبي دائما تكرمنا يا أبو جميل بالقصص الجميلة الله يسعدك وانتظار كتابك أغنية وحكاية ها؟ نعم الله يحفظك هو بين مسميين قصة أغنية أو حكاية أغنية الله لسه شكرا لكن هو جاهز على الجهاز عندي تقريبا شبه مكتمل أغاني كثيرة عقبال ما نشوفه ونعرضه في البرنامج إن شاء الله شكرا الأستاذ الكبير والناقد الفني الأستاذ وحيد جميل وكذلك نترحم على روح الملحن الكبير الأستاذ صالح الشهري الله يرحمه شوف يا أبو عبد العزيز دائما كلام عيد وكرره إحنا نأخذ من الرواة إحنا لسنا قضاة إحنا مجرد منبر إعلامي نطرح القضية الأستاذ أبو جميل طرح شيء عاشه وشافه قد يأتي بكرة حد يختلف معه ويتفق من طبيعة الناس اختلفوا في كل شيء ما في شيء ما اختلفوا فيه لكن حنا دورنا الوحيد وجهدنا الوحيد إننا نسجل مع الناس هذه ونعرضها وليكن بكرة ترند في تويتر الناس تتجادل صح. لا صح مو صح لا الأغنية هذه راحت احنا اليوم جبنا قصة أغنيتين والقصص هذه تذكرها في التسعينات كانت تقريبا ما في حد محافظها أشقر على أشقر وأغنية رهيب ولا رهيب كيف هو غير المسارين هو والمتحدث على مستوى العالم العربي احسنت واللي يروي القصة الشخص اللي يقول لك انا سويت مش قال لي ولا واحد رواية لا يقول انه انا تاريخ وكان صريح وقال مكافآت وقال كذا يعني انا اتمنى انه الاخوان اللي في تويتر دائما يخففون شوي ترى الامور ما تتحمل الجد الزايد ولا تتحمل سوء النية اخذها انا دائما الكلام ما يعجبني اقول وجهة نظر وانتهي لهنا لا نتحمس كثير خذ الدنيا ببساطة يعني ايوه خذ الدنيا ببساطة القرآن يقول لك انما الحياة لعب ولهو ترى هي الحياة ما تاخذ بهالشكل الشديد تبعنا اخر هد ولا تشوف ايوه نجي يعني. الان طبعا الكلمات الشاعر الاماراتي المبدع سالم الخالد نمسي عليه بالخير الملحن الله يرحمه صالح الشهري الله يرحمه هذا الرجل نعم. اللي نعم. اللي انعشنا واغذى المكتبة السعودية الموسيقية بعشرات الالحان اللي ستبقى خالدة ايضا لا ننسى نمسي على ابو عبد الله فنان الكبير عبد المجيد عبد الله اللي حنا نراهن عليه مسي عليه بالخير اذا جاءت الامم تتباهى بفنانيها فنحن نتباهى بامثال عبد المجيد وامثال راشد ورابح وقبلهم كلهم محمد عبده والقافله تسير ان شاء الله ان شاء الله وتبقى دائما رهيب يا دكتور الله يسعدك بس انا مش اكثر رهبه منك شكرا لك الله يسعدك ان شاء الله الله أكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي أنت بشر غير عادي فيك الجمال العجيب رهيب والله رهيب الله أكبر غلاك ينبض بحبك يا ملاك من يشبهك يا ودادي الله أكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي انت بشر غير